هاي أنت استيقظ، ماذا يجري؟ ماذا؟ ألا تلاحظ أننا ننام منذ زمن طويل دون أن يتغير الوقت؟ نم فالوقت متأخر، أظن أن الساعة معطلة. ألم أقل لك؟ انظر إلى الساعة، إنها تشير إلى الواحدة بينما يجب أن تكون الخامسة صباحاً. ربما تكون مخطئاً. لا، أنا واثق. سنعيد ضبط الساعة، نضغط بالزر الأيمن على أيقونة الوقت الموجودة على شريط المهام، فتفتح قائمة نختار منها بند ضبط التاريخ والوقت، فتفتح نافذة خاصة بالوقت والتاريخ. ها قد غيرنا الساعة إلى الخامسة. في كل الأحوال لا يزال الوقت مبكراً، هيا لنعد إلى النوم. أنا لم أشبع من النوم بعد، سأقوم بتعطيل الساعة مجدداً. ولكن لماذا استيقظت؟ هل هناك شيء؟ لا شيء، عد إلى النوم، هيا. لم تنجح المحاولة، سأعود إلى النوم مجدداً. هاي، هدوء، نريد أن ننام. حسناً، نم. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.